مقترحات ملف الزراعة وشكاوى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية تحت الدراسة في لجنة المرافق البرلمانية. الملف حل في قاعة عبدالله السالم بمطالبات بضبط أسعار سوق المنتجات الزراعية. عندنا مشكلة في الهيئة العامة للزراعة، لأن لما تضع الأهداف لا تصون الأهداف وتدافع عنها حتى النهاية، فهي توزع هذه المزارع ثم لا تأتي وتعتني في المنتج وتقدمه وتخصص له الأسواق وتخصص له المزايدات الصحيحة والبورصة الصحيحة اللي تجد فيها الأرقام والمبيعات بالشكل السليم دون دخول المدلسين واللي يزودون على الأسعار من المسيطرين على هذه الأسواق. الجانب الحكومي أكد من جهته أن إصدار قرارات تنظم عمل سوق المنتجات الزراعية، مثمناً التعاون مع لجنة المرافق لحل قضايا المزارعين. الأخوة في لجنة المرافق قاطعين شوط مع الوزراء المعنيين، سواء في هيئة الوزير المعني في هيئة الزراعة أو البلدية أو التجارة أو الشؤون، لوضع حلول ومقترحات تعالج هذه الأمور اللي ذكرها الأخوان النواب. اليوم احنا عندنا في هيئة الزراعة في قرارات تنظم هذا العمل، فلذلك أخ الرئيس أنا أطلب من الأخوة أن نستمر في عملنا في اللجنة، لأن هو العمل مو بس في هيئة الزراعة. الرقابة البرلمانية صوبت ملاحظاتها نحو التجاوزات في الأسواق والتلاعب في الأسعار. الكويت عاجزة والدولة عاجزة عن حماية المستهلك والمزارع الكويتي. هذا العجز أتحدى أي واحد أن اليوم يجد سعر موحد. الدولة الوحيدة اللي في العالم تجد أن الأسعار فيها متغلبة من أدنى شيء إلى أعلى شيء. تحركات نيابية متواصلة لدعم المنتج المحلي ومنع الاحتكار في سوق المنتجات الزراعية، وسط تأكيدا حكوميا على متابعة الملف وحل أي معوقات تواجه المزارع وملاحظات يرصدها المستهلك.